بكم يا أصدقائي في سبوت أون المشاهير. تم نشر اللقطات الأولى للثنائي مارت رمضان دمير وأفرا سراج أغلو بعد تصالحهما، حيث صورت الصحافة الثنائي يوم أمس صباحاً وشهدت أفرا سراج أغلو وهي تغادر منزل مارت رمضان دمير في الصباح بسيارتها بعد أن قضت الليلة معه، وشاهدوا الحلقة الأولى من الموسم الثالث من طائر الرفراف سوياً في منزل مارت في منطقة سراير في تركيا. بعدها خرج مارت رمضان دمير من المنزل وغادر بسيارته ذاهبا لموقع التصوير، أي إن الثنائي لم يذهبون بسيارة واحدة وإنما ذهب كل منهما بسيارته الخاصة، وتم طرح بعض الأسئلة عليهم من الصحفيين عن تصالحهم، ولكن الثنائي لم يرد على أسئلة الصحفيين وغادروا المكان دون الإجابة عليهم، وبذلك علمنا إن فعلا مارت وأفرا تصالحا. شكرا للمشاهدة، نلتقي إن شاء الله بفيديو جديد، إلى اللقاء.